لما قطعتوا السمك، هل تجار الفراخ واللحمه رفعوا اسعارهم؟ النهارده حصل الكلام ده، يعني انا قبل مقاطعه الاسماك البورصه النهارده بتاعه الفراخ كانت معانا لحد 78 جنيه، وبالفعل يمكن انا كنت نزلت لبعض المحلات بتاعه الدواجن في بورسعيد واتكلمنا معاهم، الناس مشكوره قالوا عشان خاطر ان احنا نقدم حاجه لشعب بورسعيد هنبيع بالتكلفه وهنساهم معاكم بمكسبنا على الفور. حركه حلوه. مشت المبادره دي لمده 3 ايام، وبعد كده فوجئنا النهارده ان الفراخ النهارده ب 78 وب 79 جنيه في البورصه، عقبال ما تزود عليها عربيات وعماله والكلام ده وتوصل للمستهلك هيبقى النهارده سعر الكيلو الفراخ البيضه ب 82 83 جنيه. فده لازم هنبدا بقى رسميا نتعامل بشكاوي، مش هنعمل مقاطعه للفراخ. هنبدا نشتكي رسمي. وعاوز اقول لحضرتك حاجه، انا امبارح دشنت او نوهت على مبادره لمقاطعه البيض ان لم تستجب البورصه خلال 24 ساعه. بيض المائده. البيض المائده النهارده وصل سعره ب 170 جنيه. يا سلام. تخيل حضرتك البيض اللي كنا بنجيبه ب 30 وب 40 جنيه، كرتونه البيض عندنا ببورسعيد ب 170 جنيه، ودي حاجه عمري في حياتي ما تخيلتها ولا شفتها. ده سعر العلف نزل، الحاجه اللي في المينا خرجت، يعني ليه؟ عشان ايه؟ ده سؤال احنا قلنا كده امبارح، يا جماعه احنا هنهملكم رقم 24 ساعه. لما كلمت الناس المسؤولين في البورصه قال لك سعر البيض في البورصه 140، تطلع للمستهلك ب 145. النهارده ما فيش حد ملتزم، فلازم يبقى فيه رد فعل شديد شويه. احنا صح. الحمد لله زي ما قلت لحضرتك مبادره السمك الحمد لله نجحت، وانا بقول لحضرتك حاجه برضك دي على مسؤوليتي. ان شاء الله احنا ان شاء الله عيد الربيع بإذن قدامنا الله. مثلا حركه 12 13 يوم تمام يا فندم. بعد شم النسيم كل انواع الاسماك بلا استثناء هتقل 50 60% من ثمنها. قادر يا كريم، قادر يا كريم بإذن الله تعالى. بإذن الله، بإذن الله تعالى. انا بشكرك يا استاذ وسام، استمروا زي الفيلم كده سيريا نورماندي، وبرافو.